فجروا ناقلة جنود، ولما وصلت النجدة لإنقاذهم فجروا التانية. ده ملخص الإعلان اللي أصدرته كتاب القسام الذراع العسكرية لحماس، اللي قالوا فيه إنهم تمكنوا من استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 محلية الصنع في منطقة القرارة شمال خان يونس. وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم تم استهداف ناقلة جند التانية بقذيفة أخرى، وتمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية مكونة من 5 جنود تحصنت داخل منزل، واشتبكوا مع قوة إسرائيلية مكونة من 7 جنود من مسافة 0 في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.